السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنا الإنتر أي أم إنتر، والذي يأتيكم برعاية رابطة الإنتر في الإمارات. حلقة جديدة مشتركة بين السمعة وحسن أبو فخر، نتحدث فيه عن الأداء الهزيل الذي يظهر به الإنتر في الأسابيع الأخيرة، وبخاصة بعد مباراة ليفربول. نتحدث عن الخسارة من ساسولو ثم التعادل في جنوة لحساب الجولة 26 و27 من الكالشيو الإيطالي، ثم نتحدث عن الديربي الناري، ديربي الغضب، والذي جاء لحساب ذهاب كأس إيطاليا لهذا الموسم، ثم ننهي الحلقة بقصة من الديربي، فتابعونا. بعد مستوى رائع قدمه الانتر في النصف الاول من الدوري، الانتر بدأ الدور الثاني بشكل جيد، ولكنه بدأ بالترنح بدءا بالديربي ثم المباريات المتتالية وانتهاءا بمباراة ليفربول، والتي قدم فيها الانتر مستوى رائع احرج به احد ابطال اوروبا. ثم جاءت مباراة ساسولو والتي خسرها الانتر في ارضية جوسيبي ميازا لتكون الصفعة الاولى للفريق للمستوى الهزيل الذي يقدمه الفريق. ثم جاءت مباراة جنوة والعك الكروي الذي قدمه خط وسط الانتر، فإن كنا نعذر الانتر بغياب بروزوفيتش فإن بروزوفيتش تواجه في جنوة، وأيضا الانتر قدم عكا كرويا. مسألة إضاعة الفرص، مسألة عدم إحراز لوتارو للأهداف، ومسألة إضاعة تزيكو للأهداف، هجوم الانتر ككل هو لغز من بعد مباراة الديربي. الانتر الذي سيطر على الديربي ولكن خسر، ثم سيطر ايضا على مباراة ليفربول وخسر، ثم جاءت مباراة ساسولو وجنوة. الانتر ليس هو الانتر، فبعد ان كان متصدرا وبفارق 4 نقاط، الانتر حاليا بعد مباراة جنوة يتخلف عن الصدارة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن المتصدر نابولي. على إنزاغي أن يعيد شحن بطارياته، على إنزاغي أن يقوم بصدمة للفريق في خط الوسط والهجوم. وإن كنا نعيب في الدرجة الأولى حارس المرمى سمير هاندانوفيتش، إذا كنا لا نسجل فإننا نستقبل هدفا غبيا في كل مرة. نحن نلعب بثغرة واضحة في الخط الخلفي مع تراجع مستوى ديفري وإصابة باستوني والمستوى الهزيل الذي يقدمه سمير هاندانوفيتش. نعم يقدم بعض اللمحات التي يقوم بصد كرات خطيرة، ولكن لا توجد استمرارية بالنسبة لسمير هاندانوفيتش. بدأ من المباراة القادمة على إنزاغي أن يقوم بتغيير جذري في شكل الفريق، على إنزاغي أن يقوم بإحداث الصدمة اللازمة لنعود لصدارة الدوري. ويبدو أن مباراة بولونيا المؤجلة بعد أن كانت ضمانة للإنتر للصدارة أصبحت هاجسا وأصبحت هي المسبب لهذا القلق، فدائما اللاعبون يتراخون لعلمهم بأن هناك مباراة مؤجلة. في رأيي على الإنتر أن يلعب هذه المباراة بأسرع وقت ممكن ويتساوى مع الفرق في عدد المباريات الملعوبة. أما عن ديربي الغضب في جولة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا، فهي مباراة للنسيان للإنتر ولميلان، مباراة قدم فيها ميلان مستوى ممتاز من بيولي، خاصة بقراءة المباراة دراستها وتطبيقها على أرض الواقع. مباراة بدنيا وزعها بيولي بالشكل المناسب للضغط لمدة 90 دقيقة على خط دفاع الانتر وحرمانه من بناء اللعب من الخلف. مباراة لم يدخلها الانتر ذهنيا ولم يستطع العودة فيها ذهنيا أصلا. مباراة لعبها الفريق وكأنه مجبر على لعبها للخروج بأقل الخسائر. لاعبين مثل باريلا وتزيكو كانوا الأسوأ في هذه المباراة. عندما يفشل الفريق بالخروج من الخلف يلعبها إلى تزيكو، اللي لا أتذكر في آخر شهر آخر مباراة أو آخر التحام بدني أو ثنائي انتصر فيها تزيكو على اللاعب اللي مراقبه رقابة لصيقة. حله الوحيد لا يفشل في الثنائيات، لا يفشل في الهوائيات، يفشل في الحفاظ على الكرة واحتضانها حتى إذا استطاع أنه يهديها، ولكن حل الوحيد هو العودة إلى نص ملعب الإنتر ليسبق المدافع إلى الكرة. وإن فعل ذلك ووصل إلى الكرة ونجح، إذا نجح باللمس الأولى
تكون التمريرة من بعدها كارثية. في المقابل إذا استطاع الفريق الخروج من الخلف بهاي المباراة كان يصل إلى باريلا في أغلب الأحيان اللي كان مستواه كارثي. أيضا لا أتذكر آخر مرة باريلا كان دوره فعال في خط وسط الإنتر. الإنتر يمرق بمرحلة صعبة جدا. أعطينا رأيك بالكومنت، لماذا وصل الإنتر لهاي المرحلة؟ ما هو الحل برأيك؟ مباراة ديربي خرج منها الإنتر بأقل الخسائر، ولكن هناك عودة، ودائما ما نقول فورزا إنتر. في موسم 2019-2020، موسم كونتي الأول في الديربي الذي أقيم في فبراير 2020 وقبل كورونا بشهر، الإنتر خرج من الديربي، خرج من الشوط الأول مهزوما بهدفين مقابل لا شيء. يقول بورخا فاليرو: دخلنا إلى غرفة الملابس وكان اللاعبون يصارخون على بعضهم البعض، فاتجهت إلى المستر كونتي وسألته هل تسمع بهذا؟ فقال لي: دعهم، هذا الغضب أريده. ثم دخلنا الشوط الثاني وقلبنا النتيجة وكان أجمل ديربي. Guarina Razzurri, un saluto da Roberto Scarpini, ben collegati e ben trovati dallo stadio Meazza per il derby di Milano, Inter contro Milan. Si aspetta il fischio di Maresca, ha diretto tre volte l'Inter in stagione, l'arbitro che ci ha diretto di più è la quarta direzione per il fischietto napoletano. Vittoria a Cagliari per 2-1, vittoria a Torino per 3-0, vittoria contro la Lazio per 1-0, questo è il bilancio delle sue tre direzioni di gara. È iniziato il derby, Barella in vantaggio su Casilieco, vince l'uno contro uno, poi resiste, perde palla, l'arbitro fa giocare, reclamiamo un fallo che non c'è, c'è la Noglu, carica al destro, il suo tiro, palo, palo, palla ben calciata, colpo di testa, di Godin, palla in lungolinea per Lukaku, protegge, si deve girare, contrastato da Romagnoli, ha messo la freccia, se ne va, il gigante entra in area, Lukaku, il cross a rimorchio, Vecino, il miracolo di Donnarumma, palla dentro a cercare Ibrahimovic che commette fallo, pallone dentro, c'è il tiro, c'è il gol del Milan, regolare, regolare, gol del Milan, rivediamolo. Si allontana il turco e allora lo spagnolo parte con la traiettoria, palla dentro, che sì, il colpo di testa di Ibrahimovic, 2-0. Attenzione, Candreva, punta, viene dentro, carica a sinistro, Murato, arriva il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, Brazzo, 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 facciamolo! Partita poi va da sola, il tiro rimpallato, arriva in corsa in volley Marcelo Brozovic e al minuto 6 è 1-2. Godin avanza, palla al limite, attenzione Sanchez, è buona, il tiro, è gol, 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 il vecchio, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, andiamo a vincerla in un minuto, ribaltato lo svantaggio di due gol e Lukaku dice tutti su, il gol del vecchio, 2-2, bellissima l'azione, il taglio dentro, parte la traiettoria dentro l'area, colpo in testa, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, tac 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 tac, il gol di Stefan De Vrij, il gol del 3-2, il gol del 3-2, il gol del 3-2 al 25esimo, il colpo di testa di De Vrij, palla dentro per il gol del 3-2, è festa grande per i 70.000 del Meazza. Parte Eriksen, la punizione, il tiro, la traversa a portiere battuto, la traversa, guardate dove la va a carezzare, là nell'incrocio dei pali, il francese attaccato da Victor Moses, allarga per Leao, esce su di lui Godin, palla profonda per Paquetà, il cross, secondo palo, Ibra, il palo, teniamo duro su questa azione,
mette una bella palla per Victor Moses che può andare al cross. Il colpo di destra, Lukaku! A gol! A gol! Luca! Lukaku! E sono quattro! Pokerone nerazzurro! Pokerone nerazzurro! E l'arbitro dice che il derby è nostro! Inter batte Milan 4! ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنا الإنتر I am Inter وفورزا إنتر.